متشبعينا الكرام، عملية الهدم تعود من جديد بعد توقف أزيد من ساعة بعد ما الناس ما صبروش. مساك الله يكون في العوان ودخلوا خفاش. عملية الهدم كترجع من جديد. نتمنوا من الله أنه تسول الوضعية ديال هذا المشروع هذا باش الناس تطمئن على رزقها وعلى السكن ديالها. لكن ما كتشوفوا معنا أمواج بشرية هنايا، يعني كنهضروا على المئات الالاف ديال الناس مساكن اللي كيشوفوا راسهم غادي يضيعوا. نتمنوا من الله ان هذا المشكل يتحل.